بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 31 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في البداية أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيه. نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الإخوة المستمعين الكرام الذي يقول: هل يجوز طلب الشفاعة أو الدعاء من الميت، وما هو الضابط الشرعي في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الميت لا يطلب منه شيء لأنه لا يقدر على شيء، فلا يطلب منه دعاء ولا شفاعة ولا قضاء حاجة لأنه قد انتهى ولا يستطيع أن يتصرف لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم انتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذه الثلاث هو الذي أجراها في حياته، أما بعد موته فلا يجري شيئا لأنه انقطع عمله وواجه حسابه، أو بحاجة إلى من يدعو له وبحاجة إلى من يتصدق عنه ومن يحج ويعتمر عنه، بحاجة إلى من يسدد ديونه وينفذ وصاياه، فهو الذي بحاجة إلى الحي. أما الحي فليس بحاجة إلى الميت، لكنه بحاجة إلى الحي القيوم الذي لا يموت سبحانه وتعالى. توكل على الحي الذي لا يموت، سبح بحمده. فعلى المسلم أن يتنبه لذلك. إنما تزار القبور من أجل السلام على الميت والدعاء له بالمغفرة والرحمة، فهو ينتفع بذلك بدعاء الحي له، السلام عليه، لا أنه يزار للتبرك بقبره أو تربته، أو يطلب منه الشفاعة أو يطلب منه الدعاء. فهذا أمر لا يجوز، وهو وسيلة إلى الشرك، أو هو الشرك بعينه. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وأن يعرف هذه الأمور لتسلم عقيدته، ومن أجل أن يعرف الزيارة الشرعية للقبور وغير الشرعية. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا يقول: ما حكم وضع هذه القبور في المساجد والدفن فيها؟ هذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، أخبر أنه فعل اليهود والنصارى ولعنهم. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج. وفي الحديث أن الساعة تقوم على شرار الناس، قال صلى الله عليه وسلم: إن شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور فهؤلاء شر الناس. ذكر صنفين: الصنف الأول من تدركهم الساعة وهم أحياء، والصنف الثاني الذين يبنون المساجد على القبور في أي وقت كان. نعم، أحسن الله إليكم. ولكن هناك خلط لدى بعض العامة في خارج المملكة الذين يقولون عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في المسجد النبوي. هذا كذب. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة في بيته، لأن النبي يدفن في المكان الذي مات فيه كما في الحديث، يدفن في المكان الذي مات فيه، ولذلك دفن صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مات فيه وهو حجرة عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، أرى أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني لو أبرز. فدفن في حجرة عائشة صيانة له من الغلو عند قبره. وكان المسجد مبنيا قبل الحجرة بعشر سنين، لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أول ما بنى مسجده صلى الله عليه وسلم، ولما مات دفن في بيته في حجرة عائشة خارج المسجد. وإنما أدخلت الحجرة في المسجد في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك، متأخرا عن زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم. وهذا الإدخال خطأ، لكن هو مصون ولا يصل إليه أحد ولا يراه أحد، لا يرى قبره أحد عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل
قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال العلامة ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وحاطه بثلاثة الجدران، أصبحت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. الحمد لله رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر. يقول السائل من الرياض بدر، يقول: ما حكم الاعتقادات النجوم والبروج والشهور والأيام والأماكن؟ هل هذا باطل وهل يقدح في عقيدة المسلم؟ هذا من أمور الجاهلية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الاعتقاد في الأنوى والنجوم والرياح وغير ذلك، كل هذا من أمور الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن بالأنساب، الفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. هذا من أمور الجاهلية، وأمور الجاهلية حرام ولا يجوز عملها وفعلها. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، يقول: كيف يتقي المسلم خطر السحر قبل وقوعه؟ بذكر الله سبحانه وتعالى بالورد في الصباح والمساء، وقراءة ما ورد قراءته في الورد من القرآن من سورة الإخلاص والمعوذتين وما تيسر من الأدعية الشرعية صباحا ومساء. نعم. أحسن الله إليكم. تسأل الأخت عائشة من جدة، تقول: هل من البر بالوالدين المتوفين الصلاة لهم وإهداء الثواب لهم، وما هي أفضل الأعمال في برهما؟ الصلاة عمل بدني لا تدخلها النيابة، فهي للمصلي، وأما الأموات فالذي ينفعهم إذا تقبله الله الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة عنهم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا يسأل يقول: يشتكي البعض من عدم وجود لذة عنده عندما يقرأ القرآن، فما هو السبب وما هو الحل في ذلك؟ لأنه يقرأ بدون حضور قلب، وهو مشغول القلب، ولأنه لا يتدبر القرآن بوعده ووعيده وأحكامه وعجائبه، فهو يقرأ من غير تدبر ويقرأ من غير حضور قلب، أو يقرأ وهو مشوش الفكر، فلذلك يحصل عنده هذا الأمر. وأيضا ربما أنه لم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا لم يستعذ حضر الشيطان عنده وشوش عليه. نعم. أيضا حفظكم الله، هذا السائل يقول: في المسجد وخاصة في صلاة الجمعة أشاهد بعض الناس يمسك بالقرآن دون قراءة مسموعة أو تحريك للشفتين، ولكن ينظر فقط في المصحف، هل يحصل على ثواب القراءة؟ لا يحصل على ثواب القراءة كاملا، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فيحصل على مرور بصره على الآيات، ولكن الأجر الكامل إنما يحصل بالتلفظ بالآية أو القرآن ولو بقدر ما يسمع نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من كان متأكدا أو تأكد له بعد الصلاة أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة في إحدى ركعاته، ماذا عليه؟ عليه أن يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو إذا تذكر قريبا بعد السلام، أما إذا طال الفصل أو انتقض وضوءه فلا بد أن يعيد الصلاة من أولها كاملة. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: نحن مجموعة من الزملاء خرجنا خارج الرياض بنحو 70 كيلو متر أو أقل، وعندما حان موعد صلاة المغرب صلينا المغرب وجمعنا وقصرنا معها صلاة العشاء، ما حكم هذا العمل حيث اختلف بعض الإخوة في ذلك؟ أولا لا بد من قصد المسافة، وهي مسيرة يومين للراحلة تقديرها 80 كيلو تقريبا، لا بد أن يقصدها إذا خرج سواء للنزهة أو للسفر. أما إذا خرج للنزهة ولا أو للصيد ولا يدري وين يقع قريبا أو بعيدا، فهذا لا يقصد، لأنه لم يقصد مسافة تبلغ القصر. فإذا كنتم قصدتم مسافة تبعد 80 كيلو أكثر فلكم القصر والجمع. أما إذا كانت المسافة دون ذلك وأن تقول أنها 70 كيلو أو أقل فليس لكم القصر والجمع، لأنكم في حكم الحاضر في البلد. نعم. من أين تحسب المسافة يا شيخ؟ من خارج البلد، إذا خرج من عامر البلد بدأت المسافة. نعم. بارك الله فيكم. ننتقل إلى سائل آخر يسأل يقول: عندي مبلغ من المال حصلت عليه من إرث والدي فأعطيته أحد أبنائي لمساعدته في الزواج، لأن هذا الولد محتاج للمال، أما البقية فهم عندهم ما يكفيهم وليسوا بحاجة للمال، هل في عملي هذا يدخل في عدم العدل بين الأولاد، وكيف
يكون العدل بينهم؟ إذا كان هذا الولد لا يستطيع أن يتزوج وهو بحاجة إلى الزواج، فإنك تعطيه ما يساعده على الزواج أو يكلف زواجه، لأن هذا من حقه عليك، داخل في النفقة. أما إذا كان هذا الولد غني يستطيع أن يتزوج من ماله، فلا يجوز لك أن تخصه بشيء من المال بحجة أنه يريد أن يتزوج، وهذه مساعدة. هذا لا يجوز إلا إذا عدلت بينه وبين إخوانه فأعطيتهم مثله، الذكر مثل حظ الأنثيين، قوله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: هل من حق المرأة أن تطلب من زوجها مبلغا معينا في كل شهر لأنها لا تعمل ولكن لأغراضها الخاصة، أو لتتصدق منه على أنه من مالها؟ السؤال لها أن تسأل زوجها، لكن إذا كان ينفق عليها النفقة الواجبة من مسكن وكسوة وطعام وشراب، فإنما زاد عن ذلك فإنه لا يلزمه. إذا سألته فهو بالخيار، إن شاء أعطاها وإن شاء لم يعطيها، وإن أعطاها صار ملكا لها، تتصرف في حسب رغبتها. نعم. السائل يقول: أنا حلفت بالله إن عدت لشرب الدخان فسوف أصوم شهرا كاملا، ولكن لم أتمكن من الصبر وعدت لشرب الدخان، الآن لا أستطيع أن أصوم الشهر كاملا، ما هي كفارة ذلك؟ وكيف أعصم نفسي عن شرب الدخان؟ وهل هو حرام أم مكروه؟ عليك بالتوبة العاجلة من شرب الدخان وتركه نهائيا، واعزم على ذلك، والله يعينك على ذلك حتى تتركه وتبتعد عنه، لأنه حرام بلا شك. والأدلة على تحريمه كثيرة: أولا أنه خبيث الرائحة وخبيث الطعم، وليس فيه فائدة، وفيه بل فيه أضرار محضة، فيه مرض كما شخص الأطباء ذلك، فعليك بالتوبة منه، لأنه خبيث ومضر ومنفذ للمال بغير فائدة، ويبعدك عن الصالحين، لأن المدخن لا يعلف الصالحين ولا يعلفونه ويتأذون به. فلماذا تختار لنفسك هذه العزلة عن الصالحين والأخيار، وتخالط المدخنين والكسالى وغيرهم من أصحاب الدخان؟ ارفع نفسك عنهم وتب إلى الله من ذلك. وأما إذا نذرت أن تصوم شهرا إن عدت إليه، فهذا النذر لا يقصد به القربة الطاعة، وإنما يقصد به المنع، تريد به أن تمنع نفسك من شرب الدخان. يجري مجرى الحلف، فيه كفارة يمين: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام، هذه كفارته، ولا يلزمك الصيام، لكن عليك بالتوبة والعزم الصادق والبعد عن الدخان. نعم. أحسن الله إليكم. محمد من الرياض يقول: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم باجتناب الموبقات 7، ومنهن أكل الربا، وتعلمون الآن تداخلت المعاملات المالية، ما هو الربا الصريح؟ وكيف أجتنب المال الذي فيه شبهة وأميز الحلال من الحرام؟ وما الحكمة من تحريم الربا؟ أكل الربا من أكبر الكبائر، والربا خبيث، مكسب خبيث، ولا يجوز أكله. ولا والله توعد على الربا وعيدا شديدا، وحذر منه تحذيرا بالغا القرآن الكريم. والربا هو الزيادة في أموال مخصوصة، بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، مثلا بمثل. فإذا بيع هذه الأصناف بجنسها، إنه يحرم فيها ربا الفضل وربا النسيئة، يعني ربا الزيادة وربا التأجيل. وأما إذا اختلفت أجناسها، كان بيع تمر بدراهم أو ببر أو بشعير، فإنه تجوز الزيادة ولكن يحرم التأجيل يدا بيد، قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد يعني غير مؤجل. ويقاس على هذه الأصناف 6 ما شاركها في العلة عند جمهور أهل العلم، فما شابهها وشاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها، فإنه يأخذ حكمها فيحرم الربا فيه. وحرم الربا لأنه أخذ بلا إعطاء، المرابي يأخذ من الناس ولا يعطيهم، بخلاف المتصدق والمنفق فإنه يعطي ولا يأخذ. فالمتصدق ينفع المجتمع وينفع الفقراء والمساكين، وأما المرابي فهو يمتص أموال الفقراء المحتاجين ويزيد عليهم في الديون بدون فائدة تعود عليهم، فهو مبغض عند الله وعند المجتمع. والله لعن آكل الربا، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده.
عليه وقال هم سواء، فعليك بالبعد عن الربا، وإن كثر التعامل به الآن عليك أن تبتعد عنه، وإذا أشكل عليك شيء هل هو ربا أو لا تسأل أهل العلم، قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الأخوة، يقول هناك من الناس من يتصرف في المبيع قبل قبضه، ما حكم هذا التصرف؟ المبيع على قسمين، المكيل والموزون، هذا لا يتصرف فيه قبل قبضه، وأما غير المكيل وغير الموزون فهذا يتصرف فيه ولو لم يقبضه إذا تم البيع بشروطه بالإيجاب والقبول بشروطه، فإن له أن يتصرف فيه لأنه صار ملكا له بمجرد العقد ما لم يكن هناك خيار مجلس أو خيار شرط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.